كانت مصالح عمدارة برواقية ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية الأولى والثانية. عمدارة برواقية في وقت جد قياسي من الإطاحة بمجموعة إجرامية تكون من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم من 20 إلى 26 سنة، من بينهم مسبوقين قضائيين قاموا بالاعتداء على بائع مجوهرات باستعمال أسلحة بيضاء محظورة وسرقة كمية من المجوهرات والحولي. عملية الإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية جاءت بعد تلقي قاعات العمليات لعمل دائرة مكالمة هاتفية مفادها وقوع عملية اعتداء على مجوهراتي وسلب كمية من الحلي مع فرار المشتبه فيهم إلى وجهة مجهولة، ليتم فورها تنقل وتدخل قواتنا إلى عين المكان ومباشرة عملية البحث والتحري التي أسفرت في وقت وجيز من تحديد مكان تواجد شخصين من أفراد الشبكة الذين تم توقيفهم بمنطقة معزولة عن المحيط الحضري في وسط الأحراش، أين تم تحديد هوية بقية المشتبه فيهم وتوقيفهم مع استرجاع كمية من المسروقات المقدرة بحوالي 200 غرام من المعدن الأصفر مع حجز أسلحة بيضاء المحظورة التي استعملت في الاعتداء، بالإضافة إلى بعض الأقراص من المؤثرات العقلية نوع ليفوتريل التي تم التناول تاعها قبل تنفيذ الاعتداء. تم إنجاز ملفات قضائية ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.